جاسم الشامسي مدير جائزة الإعلام العربي. يا مرحبا بك ومساء الخير. مساء الخير. مساء النور وسرور، يعطيكم الف عافيه وشكرا على الاستضافه. الله يعافيك. طبعا سجل المنتدى في دورته الماضيه حضورا محليا ودوليا لافتا، وهذا الشيء كان جدا واضح. لو تخبرنا حول ما تحمله هذه الدوره من شيء جديد، والرساله اللي تحاولون ايصالها منذ انطلاق شعاره في هذا العام. طبعا المنتدى نحن بديناه في عام 2001 كدورة أولى، واستمرينا في لحد الدورة الحالية اللي هي الدورة 21. الدورة هذه اليوم بدينا فيها منتدى الإعلام للشباب. منتدى الإعلام للشباب هذا المنتدى كان مخصص لشباب الإعلام. جميل. وكان من ضمنه كانت فيها جلسات وفيها ورش عمل. كان عندنا الماستر كلاس بالتعاون مع نتفليكس، وعندنا كذلك ماستر كلاس ثاني بالتعاون مع تيك توك، وكانت عندنا الخلوة الإعلامية بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام، وكانت عندنا 8 جلسات. نعم. بالنسبة لباكر بإذن الله المنتدى راح يكون عندنا في اليوم الأول جلسات 20 دقيقة تحت مسمى دردشات إعلامية. جميل. عددها بيكون خمس جلسات. عندنا جلسات نقاشية عددها 6 جلسات في اليوم الأول. نعم. عندنا 3 جلسات رئيسية وعندنا جلسة حوارية. جميل. بالإضافة إلى حفل جائزة الإعلام العربي لتكريم الفائزين في الدورة 22. جميل جدا. طبعا أنت ذكرت جائزة الإعلام العربي، وهذه الجائزة اللي تعتبر تكريم لكل إعلامي وإعلامية من ممكن يكون لهم مشاركات بارزة في هذا المجال. كيف تحضرون لها، وكم فئة ستشمل ممثلة بالصحافة المسموعة والمرئية والرقمية؟ وطبعا نحن فرحانين لكل إعلامي صراحة يفوز بهذه الجائزة. بالنسبة للتحضير للجائزة، طبعا جائزة الإعلام العربي بدأ التحضير منها في وقت مبكر. يعني نحن فتحنا باب المشاركة للصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية من شهر فبراير. الجائزة تشمل 14 فئة موزعة على 4 قطاعات. القطاعات هي جائزة الصحافة العربية، وتندرج تحتها مجموعة فئات، وكذلك جائزة الإعلام المرئي، وكذلك يندرج تحتها فئات كأفضل برامج في المجالات. عندنا جائزة الإعلام الرقمي وهي مختصة للمنصات الرقمية. نعم. وبالإضافة إلى جائزة شخصية العام الإعلامية. جميل جدا. نعم. طبعا جائزة شخصية العام الإعلامية تمنح هاي الجائزة من قبل مجلس إدارة الجائزة لشخصية عربية ساهمت في تحقيق إنجاز إعلامي عربي. نعم. يتم اختيارها والتصويت عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة. جميل جدا. نعم جميل. أستاذ، ودي أسألك يعني شو هي التحديات اللي تواجهكم يوم تختارون هذه الشخصيات، فلو تخبرنا أكثر حول هذه التحديات. يعني المعيار اللي احنا حاطينه للجائزة معيار جدا دقيق، وحاطينه بحذر وباختيار. يعني لما نبحث عن الأسماء لابد أن يكون لهذا الشخص له عمر في المجال الإعلامي. جميل. فنحن تركيزنا أكثر على إنجازات الشخص، تأثيرها الإنجازات على العالم العربي في المجال الإعلامي. جميل جدا. طبعا انت ذكرت موضوع اللي هو انكم كيف تصنفونهم، وكيف ممكن تكون عملية الاختيار جدا دقيقة. هل عندكم اقبال كبير من المرشحين للجوائز، وكيف تقدرون تصنفونهم بحكم ان في دقة في اختيارهم؟ يعني شوف، في اختيار المرشحين يتم اختيارهم حسب آلية كل فئة. عندنا جائزة قطاع جائزة الصحافة العربية آليتها تختلف عن القطاعات الأخرى. يعني على سبيل المثال، إذا قلنا فئات جائزة الصحافة العربية، مثلا جائزة الصحافة السياسية أو الاستقصائية أو الاقتصادية،
يتم تشكيل لجان تحكيم متخصصة في هالمجال، ويتم رفع المشاركات لهم وتقييم المشاركات على حسب المعايير المضاد، ومن ثم يتم استخلاص النتائج من قبل الأمان العامة ورفع تقرير نتائج لمجلس إدارة الاعتماد. بالنسبة لجائزة الإعلام المرئي اختلف الأمر هنا، يكون نفتح باب التصويت لحوالي 1000 شخصية تم اختيارها، الاختيار المصوتين يكونون من الإعلاميين والأكاديميين والمثقفين. نعم. يصير على التصويت على البرامج اللي شاركت، أبرز البرامج اللي شاركت في كل فئة، ومن ثم نحن نستخلص النتائج ونرفع لمجلس إدارة الاعتماد. لو نجي لجائزة الإعلام الرقمي اختلف هني قليل، صار لجنة تحكيم متخصصة في الإعلام الرقمي، ويتم اختيار المرشحين وإعداد تقرير حيثيات اختيار هذا المرشحين ورفع لمجلس إدارة الاعتماد. جميل. نعم استاذ جاسم، انا ممكن يعني شدني موضوع الاعلام الرقمي. نحن حاليا ممكن خلينا نقول فئه الشباب اللي لنا كثير في السوشيال ميديا حاليا والمنصات، وكثير من الشخصيات اللي برزت في صناعه المحتوى، هل من الممكن انه يكون في جائزه لصناع المحتوى في المستقبل انه يكون لهم وجود اعلامي مع وجود القامات الاعلاميه لها عمر كبير في مجال الاعلام؟ واكيد لهم التحيه. نحن ما نخلط بين صناع المحتوى. نعم. مع الـ الإعلام، لأن نحن عندنا جائزة مخصصة لصناع المحتوى اللي هي جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب. نعم. هذه إن شاء الله راح تكون في نوفمبر القادم، وبيكون يعني الفئات اللي تم اختيارها بتمعن، وبيكون تصويت الجمهور على أفضل مثلا مؤثر في المجال. نعم. الثقافي مثلا. نعم. جميل. نعم جدا. استاذ طبعا نحن نتمنى لكم كل التوفيق غدا باذن الرحمن، وشكرا لك على هذه المداخله الجميله الاستاذ جاسم الشامسي مدير جائزه الاعلام العربي. شكرا لك، وان شاء الله نحن الظفره بيكون لنا غدا تغطيه خاصه من منتدى الاعلام العربي باذن الله. اهلا وسهلا فيكم، يعطيك العافيه. شكرا لك.